نيجي بقى على موضوع الزمالك والزمالك حكاية حكاية كبيرة في ثلاث لاعبين من نادي الزمالك أنا أشرح لك الحكاية كلها وأقول لك الملخص المفيد فيها ثلاث لعيبه من نادي الزمالك دونجا مع مصطفى شلبي مع محمد صبحي اتخنوا اتنرفزوا اتعصبوا مع رجل امن من رجال الامن اللي موجودين في الاستاد بعد مباراتهم مباراه الزمالك وبيراميدز ما عليك يعني الحكايه دي بتحصل عندنا كتير لقيت بتقابل حد يقول لهم معلش وريني هو اللي حصل بالظبط ايه مصطفى شلبي معوش الاي دي اللي هو بينزل بيه ارض الملعب اي حد بيتحرك في ملعب في اي حته في الدنيا لازم تبقى مركب الاي دي حتى لو انت لعيب حتى لو انت نجم العالم حتى لو انت اسطوره الاساطير حتى لو انت كريستيانو رونالدو حتى لو انت ليونيل ميسي حتى لو انت جوزي مورينيو حتى لو انت بيب جوارديولا ما فيهاش تقليل منك يعني لازم تبقى معاك فحصلت عصبيه ومشد ونرفزه وضيق في امن استاد ده غير الامن العادي امن الاستاد ده يعني فطبعا الراجل شاف ان هي اهانه الراجل بتاع الامن بتاع الاستاد اللي هو الراجل اللي موجود وبدا الموضوع يتحول لاقسام الشرطه وفي طبعا روايات تلاقي روايه جايه من الراجل بتاع الامن هو اللي راح عمل بيها البلاغ وروايه جايه من عند لعيبه نادي الزمالك ونادي الزمالك وعشان لسه انا ما شفتش انا التحيات بتقول ايه فما نقدرش نقول مين صح ومين غلط بس دي خناقه حصلت الغلط بالنسبه لي انا بقى اللي مش مستني فيه تحيات او اللي انا مش اشوف فيه تحيات او مش فارق معايا فيه التحيات بتقول ايه انه الناس البلد المحترم بلد الشقيق الامارات، الناس اللي فيها ناس مهذبه. ودائما وابدا بيستقبلونا جميعا افضل واجمل واحلى استقبال. ناس متعاونه، ناس بيتعاملوا مع البطوله دي وكانها بطوله اماراتيه، بيساعدونا بكل الاشكال انه الجماهير تبقى قاعده في المدرجات مبسوطه بتنظيم، صوره، كل حاجه، كل حاجه. مش السنه دي بس، على مدار السنوات الماضيه. شفناش حاجه يعني. مش شفناش اي حاجه وهتخيل معاك ولو بنسبه واحد في المليون وانا اظن ده مش موجوده حتى النسبه دي بس نفترض انه ولو بنسبه واحد في المليون الراجل ده هو اللي غلط في لعبة نادي الزمالك مثلا مش هنتخانق نشكي بقى نزعل نقول يا جماعه ما ينفعش كده لو سمحتم طب انا اشوف مين المسؤول واروح اقوله احنا حصل فينا كذا كذا مش هنتخانق مش هنتخانق اولا بره بلدنا واحنا ضيوف على بلد شقيق محترمه مش هنتخانق احنا كده لاصحابنا حتى يعني مثلا لو الناس صحابي مسافرين بره هقول لما تبقى مسافر بره ما تعملناش مشكله بقى يعني احنا مع ما يقولوش بقى المصريين واحنا عملنا واتخانقنا وعملنا الكلام ده كله ندي الصوره المحترمه لبلدنا بلدنا محترمه واللي فيها محترمين ما تعملش قلق ما تعملش مشكله امسك نفسك وما ينفعش أبدا 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 حد يدعم اللي حصل ده ويقولوا إنه عادي وإيه المشكلة لما يتخانقوا والتاني هو اللي غلطان و... ما ينفعش ما يا جماعة إحنا أشقاء نحترم بعض نحترم بعض والناس من الآخر يعني من الآخر ده أنا فاتح لك بيتي ده أنت قاعد في بيتي يا أخي أنت قاعد في بيتي فتقعد في بيتي معزز مكرم والدنيا تبقى كويسه ها موقف بصراحه دمه تقيل دي نقطه النقطه الثانيه متعلقه يعني هي معلومه يعني المشكله دي هتخلص اطمنك اهو يعني بقول لك انت كمشجع لعيبه نادي الزمالك هترجع عادي الاوتيل وهترجع المعسكر عادي والازمه هتخلص وهتتلم وهيراد الراجل بتاع الامن في, في الاستاد الطرد دي معناها انه هيتم انه يعني الموضوع يخلص يعني من الاخر هيخلص بالحب بالحب حقيقي يعني يعني خلاص احنا غلطنا في حقك لا وانا كمان غلطت في حقك فهتخلص بالحب هتخلص هتخلص دايما وابدا زي ما بقول لك كده انا ما سافرتش الامارات مره في حياتي لان انا بشوف شعب مهذب جدا مهذب جدا جدا يعني فالموضوع تصوري هيخلص بالحب والعلاقات العظيمه بين البلدين وبين الشعبين. بس في نقطة يا جماعة. هو احنا بيجي في بالنا كده بنصحى الصبح من النوم نقول يلا يا خناق يلا يا أزمات يلا يا دوشة. هو ده بقى المفهوم بتاعنا عن الرياضة وعن الكورة. ده أنا إمبارح عمال أقول يا رب يا رب نبقى كلنا مسؤولين إدارة مسؤوله جهاز فني مسؤول لاعبين مسؤولين لاعبين سابقين مسؤولين اعلاميين مسؤولين جماهير مسؤولين كلنا مسؤولين كلنا كل واحد مسؤول بحجم عمله الراجل بيطلع على ش... الجمله بحساب الراجل الاداري الجمله بحساب الراجل اللعيب الجمله بحساب الراجل المدرب الجمله بحساب إحنا كبار يعني المشكلة لما العيبة تطلع من الكبير والكبير ما يقدرش إنه راجل مسؤول وأنا وصفت لك مين المسؤول كلنا بنبقى مسؤولين بحجم معين ويبقى عيب عليك لو أنت كبير مش مقدر الموقف كويس